السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. كما كتشوفوا معنا بعد ما أعطيناكم انطلاق عملية الهدم يوم أمس الأربعاء، فعملية الهدم غتستمر اليوم الخميس بسوق القصابة في مدينة تمارة المسيرة جوج. وكما كتوضح الصورة فهادشي كله غادي يتحيد، حتى شي حاجة ما غادي تبقى. كنشوفوا هنايا التراكس حاضرة، كنشوفوا رجال القوات المساعدة، كنشوفوا العملية ديال الهدم مستمرة. النقطة بالضبط اللي كنهضروا عليها فرجات كتواجد في الخرجة ديال المسيرة جوج. فهنا كما كتشوفوا معنا الطريق اللي كدينا لتامسنا المنزه، هنا فين كان عندنا دوار الصهد اللي دخل في الملف ديال إعادة إيواء قاطيني دور الصفيح اللي ما بقات منه حتى شي حاجة. والطريق هذه غتشمل التوسعة وتخرجنا مباشرة إن شاء الله في حي الرياض. هنا غادي يكون عندنا سوق نموذجي، سوق نموذجي اللي غيحل لنا مجموعة من الإشكالات إن شاء الله. السوق اللي غادي يستافدوا فيه الناس بطبيعة الحال اللي كانوا خدامين هنا في سوق القصابة، ولما لا يضافوا لهم حتى الناس اللي ما عندهمش فين يمشيوا بهذا المعنى. فنتمنوا من الله أنها تكون حلول اللي هي مزيانة إن شاء الله باش الأمور تمشي على أكمل وجه. هذا هو اللي كاين، نتمنوا من الله الخير والتيسير يا رب. فكما كتشوفوا معنا الاخوان ديال الجماعه حاضرين، السلطات المحليه، التراكس حاضره. فنتمنوا من الله، نتمنوا من الله الخير والتيسير باش الامور ان شاء الله تمشي على اعلى مستوى. فاكيد في هاد 48 ساعه اللي كنشوفوا ما غاديش تبقى حتى شي حاجه من هادشي اللي كنشوفوا هنا، شي حاجه ما غاديش تبقى. انا فين كانوا صحاب القصدير، كانوا صحاب العود، كانوا مجموعه من الناس اللي خدامين هنا كيترزقوا الله. فنتمنوا من الله ان تعوض الامور بمحسن ان شاء الله، ويكون تنظيم وتكون امور اللي هي زوينه. بالنسبه للبلاصه اللي كنتواجدوا فيها فهي المسيره جوج جهه دوار الصهد. وكما كيعرف الجميع فمدينه تمارة دازت في عملية الهدم مجموعة من النقاط، ومن بين هاد النقاط هادو واللي شملتهم عملية تحرير الملك العمومي هما دوك الجوقيات اللي كيجيو وسط الطريق اللي كيسدو الطريق حتى هما تحيدو. وأكيد غادي تكون بعض الأمور إن شاء الله اللي كتتعلق بالباعة الجائلين، اللي كنتمناو من الله في كل ملحقة لما لا نشوفو واحد السوق نموذجي اللي غادي يحل لنا مجموعة من المشاكل. وحتى إن شاء الله أصحاب المحلات هنا غادي نشوفهم كيخدموا في واحد الجو اللي هو مزيان. فكنموذج فكنشوفوا الملحقه الاداريه الثانيه بالنسبه للسوق ديالها. فالحمد لله الامور غادا مزيان. انا كما كتشوفوا عمليه الهدم هنا حدا المسجد مستمره. فنتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع. بالنسبه للاسواق النموذجيه في عماله صخيره تمارة، من يبدا السوق ديال اهل الحار تبعوا السوق البساتين، السوق الرياحين، السوق ديال الحمد في عين عتيق، والسوق ديال عين الحياه. يعني كاين اسواق نموذجيه اللي غادي تحل مجموعه من المشاكل المتعلقه بالامور العشوائيه، وان شاء الله الامور تكون اكثر تنظيم. وكنتمناو حنا على ذكر هذه الاسواق النموذجيه، كنتمناو من السلطات المحليه في مدينه الصغيرات ان تدخل على الخط التنظيم ديال الاسواق النموذجيه، لانه شفنا الامور غاديه في واحد الاتجاه اللي ربما داكشي ما غاديش يكون مزيان بهذا المعنى. لان شفنا كاين اشكالات، كاين الناس اللي كانوا في السوق ما خداوش، كاين الناس اللي كاين العدد كثير كيف ما كنقولوا، كاين عدد كثير. كنتمنى من الله ان الامور تنظم باش تمشي مزيان، والله يدير شي تاول الخير للجميع. هذا هو اللي كاين، الله يصاوب الجميع. مباشره من المسيره جوج، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.